هذا الصراع هو إرث تاريخ ثقيل، فتاريخ الصراعات في البلقان له تأثير لا يستهان به على الجماعات البشرية الموجودة في الإقليم وفي الأجواء السياسية. فالدول في العادة لا تتصارع على أقاليم معينة ذات موقع استراتيجي أو غنية بالموارد، بل يمكن أن تتصارع على رمزية المكان والأرض في وجدان جماعات وجماهير، وأن تكون هذه الرمزية سبباً للصراع فهذا أمر وارد. هذا هو حال كوسوفو التي تعتبر في نظر الصربي أرضاً صربية وأرثوذكسية، بينما يعتبرها الألبان الذين أسلموا أثناء الحكم العثماني يعتبرونها موطنهم، وقد لا تكون استحالة التعايش بينهم حتمية، لكن اختلاف التمثلات يساهم في إبقاء المشكلة مفتوحة. يحلم هؤلاء بإعادة بسط سيطرة صربيا على كوسوفو التي يعتبرونها الأرض الموعودة، بل هي قدسهم في استعارة للأسطورة التي تروجها الصهيونية الدينية عن أرض فلسطين، ويطلقون عليها اسم إسرائيل والقدس، وذلك لتبرير احتلال فلسطين. في العام 1389 وقعت هزيمة، هذه الهزيمة هي جزء من سردية صربية تتعامل مع واقع اليوم انطلاقا من معطيات الماضي البعيد، حين كانت كوسوفو جزءا من مملكة صربيا قبل أن يتمدد نفوذ العثمانيين في البلقان وصولا إلى انتصارهم على الصرب في سهل كوسوفو في 15 يونيو 1389، وهيمنة العثمانيين على البلقان لاحقا على مدى قرون يسجل التاريخ سلسلة هجرات للصرب هربا من العثمانيين ولجوءهم إلى أراضي الإمبراطورية النمساوية. فمن الهجرة الكبرى سنة 1690 في أعقاب حرب نمساوية عثمانية إلى موجتي هجرة كبيرتين في القرن 18، تقلص الوجود الصربي في كوسوفو حتى أصبح الألبان يشكلون نصف سكان الإقليم في مرحلة أولى من القرن 20، ثم أكثر من الثلثين بعد عام 1945.